المدرسة العمومية التي تجمع بين جميع المواطنين المغاربة وكانت رافعة اجتماعية تريد هذه الحكومة دفنها ولن نسمح لها بذلك. بعد أسابيع متعددة من إضرابات مشروعة ومن وقفات أمام الأكاديميات وأمام المديريات ومسيرات سلمية في جميع الأقاليم والجهات، قمنا بالمشاركة في مسيرة الكرامة التي توحدت فيها جميع الفئات المناضلة والتي قارب عدد المشاركين فيها 150,000، والتي وحدت التنسيقيات والإطارات التي تناضل فعليا في الميدان. ولكن بماذا أجابت الوزارة؟ أجابت الوزارة واجتمعت في مقر غير رسمي أغلبية حكومية تجتمع بفندق لتعبر عن ما تمثله حكومة رجال الأعمال، فهي لن تجتمع بمقر الحكومة، فهي لن تجتمع بالبرلمان. كان يمكن أن تجتمع بالبرلمان كأغلبية حكومية وتقوم بندوة صحفية كما يقوم بها جميع الفرق البرلمانية، ولكنها تريد أن تعطي هذا الطابع الذي تمثله حكومة 1% من المغاربة وأقل من 1% من المغاربة. وبطبيعة الحال كانت الخرجات غير موفقة وغير مسؤولة لوزير لن نسميه وزير وهمي. كل وزير وهمي، هذا الوزير الوهمي يخرج بتصريحات غير مسؤولة، تصريحات تضر بسمعة المغرب والمغاربة وتضر بالسلم الاجتماعي وتؤجج الوضع، وسنرد عليه بإصرارنا وصمودنا. هذا الإصرار والصمود يتجلى في أننا لن نتراجع أمام هذه الحكومة. نحن أبناؤنا يدرسون في المدارس العمومية ونحن آخر درع لهم، وتحسين ظروف الدراسة في المدرسة العمومية سيعود بالنفع على أبنائنا. فهذه الحكومة هي التي لا تريد أن يدرس أبناء المغاربة في المدرسة العمومية، خصوصا بعد أزمة كورونا وعودة العديد من الأسر إلى المدرسة العمومية. فهي تريد طرد تلاميذ من المدارس العمومية وتريد طرد الأساتذة من المدارس العمومية لكي تستثمر في هذه المدارس، وهناك أعضاء في الحكومة لديهم مدارس خاصة أو يرتبطون بلوبيات لديها مدارس خاصة. فالتعليم والصحة هي قطاعات اجتماعية ولا يمكن تسليعها والمتاجرة فيها. من يريد أن يتاجر أن يبيع ويشتري لديه العديد من القطاعات، وأن يبتعد عن الريع الذي يعيشون فيه عليهم أن يبتعدوا عنه في المدرسة العمومية.